هاي الفهري عاملة بروجي ولا تخوف دنيا خلعوا لي حانوتي ولا يسرقوا عمرها ما سرقت لي حانوتي ولا يسرقوا شباب فاسد ما تتكلموا شد لك البونت تصير في برشا حوم فهمتني هاي معاش عمارة تحتها وفهمتني عبيت حرقت هاي فهمتني عائلة فهمتني تسكن في مقبرة فهمتني و ما عندهاش منزل وكل وتموت بنتهم في أمور معناتها فيها تبركجيات فيها مثلا خطفان فيها جت فيها كل شيء بس كل شيء صغار يبدو تو ما عادتش عقلية متاعها فزدت ولت كلها ما نعرفش اصطل ودويات ايش نقول لك الزطلة كثرت برشا شباب حتى صغير في المكاتب وليت في في الكيس وليت معناها حاجه زيد لا والله زيد يجيبوا لهم من غادي وساعات يفيقوا بهم ساعات يتعدى تو نلقى هما لهنينا عمي كيما كيما حبي فهمتي تبدلت برشا حاجات الحشمه ما عادش فما الزطله وليت برشا الحريم شدويات الحرقه البطاله كل شيء تبدل قبل كانت خير عندها منها كي برشا نتصور حسب رايي انا زادت كثره الزاتله زادت حرابش ما نعرفوش بها اول مره نسمعوا بها الزرارق الحرقه زادت كثره بحكم البطاله في البلاد رقم يفزع على الاخ تو الاولى اللي اشتراهم مشاو مازالوا تو فركسوا عليهم واللي بعدها زادت كيف زاد وباقي مازال شيء ما كل يوم تلقاك البطو كبير تلقاه معبي على الاخر هي ولات الحرقه برشا كانوا صحابي واخواتي حرقوا سمعت بيه اللي مات واللي وصل وسل واللي في الحبس ها ليه نساء بيبيات صغار هكايا زينا معاه وماشيين بها برشا مشاو لسوريا جاتوا وعلاش انت الشيء ذا مشاو لسوريا جاتوا خاطر الفلوس ما فماش وما فماش مصادر رزق طمعوهم سمعوا باللي فيه فلوس الجهات مشاو يجاهدوا على اساس كونه باش يمنع عائلتهم الفقر باش يربح فلوس سبحان الله اخويا تغروا لفسيت من ناحيه لفسيت كانت معناش زطله معناش تسيب معناش حرقه معناش رهيب معنا حتى شيء كنا رايدين مرتاحين قبل وقت صغار هنا نبدو متعدين نقدروا الكبير كي يبدا متعدي نكونوا نلعبوا بالكور نقدروا لين نحبس عم فلان متعدي قبل كان كبير الحومه كي يتعدى مثلا اك الصغير ولا كالشاب يحترموا يقدروا وقت اللي مثلا زوز اولاد مثلا تعاركوا يدخل بيناتهم انسان كبير يحترموه تو الكبير ما عادش عنده احترام ما عادش عنده احترام الكبير ديما ينظروا له ما فهمتش انا كيفاش يخمموا له شباب تو ما عادش تا
طوال المكبي ما عندوش قدر بصراحة. كانت مبنية معناتها على أسس وقيم قبل نجم نقول قبل الثورة، كانت مثل ثم تماسك، ثم روابط اجتماعية، ثم ثقافة معينة، فهمتني؟ ثقافة ذيك بشوية بشوية بدت تنحل، تهمشت العباد سيرتو الشباب، فهمت؟ ما عادش لاقي حظه، ولت عنده مشاكل كبيرة، ولا يخمم في برشا حاجات. ما عادش فما، ما عادش كما قبل، خاطر قبل الثورة كان فما آمل واستبداد، كانت فما حريات بكمية قليلة. بن علي كان مسيطر على الوضع، ما ينجم حد يمشي جهة، وحتى البلاد كانت في أمان، اللي مشي دخل لا بن علي نجم يتصدل. مشى بن علي وبعد الثورة وتبدلت برشا أمور، ما عادش فما، ما عادش فما لا قمع ولا حاكم، حاكم يحكم في البلاد ما عادش موجود، ما عادش شوف فيه شيء. حسرة كي كان بن علي ما كانش شيء ذا، يروح حتى نص اللي ما يكلمك حتى حد في الشارع، كان يقدروا الحاكم ويخافوا. كانت القضية معنا بشيقة العبد يتفران يتهزها، تاخد منها الزيت والسكر والطماط والتين كل شيء برش حاجات يخضم طوى هز 10,000 طن مزة تلقاه الدنيا الميك لغليت، المعيشة غليت، طماط ملك عب 2500 بصراحة اللي حد معاش خالق غليت، طولي عنده 4-5 صغار معاش نجم يعيشهم، معاش نجم الشباب بطال. كان بحضنا معمل طاليان يخدم في قداش منه هي حتسكر عبد المولى هاو باش يسكر، برشا معامل سكرت. احنا نخدموا مع المعامل. واحنا نخدموا مع المعامل قد احنا تو ديجا نخدموا كلموا كرينا رانا سلكناها. ما فماش خدمة. اشترى الشباب كلها شادة الحيوت وشادة القهاوي بطالة، واحد يقرا يقرا ويتعب والكل يقرا وبعد يشد الحيط ولا يشد القهوة ما ينتقم. ما عادش يولي ناقم على روحه، ناقم على الدولة، ناقم على الحياة، ناقم على كل شيء. يضطر يولي يحب يحرق ولو انه احنا من نشجعوش على الحكاية ذي، ما ذاك هو شو مش يعمل ذاك عقلية العبد. من خو يعملون مشاريع نخدموا في بلاد يوفرون الامن ويبعدوا عن الارهابيين هذوم، خلي واحد يخدم مرتاح، واحد ولا يخاف على امه على اخته على ابوه على اخوه، يخاف على روحه في الشارع. انا راني راجل ونمشي في الشارع حتى 9 متعلين نبدا خايف، خايف اللي يخرج لي واحد خويا الله اكبر ويعطيني من ايش هذي؟ ما فماش امن خاطر، وماذا بيا نحبوا نحن على العمل باش نخدموا لرواحنا باش ما عادش نخموا في الحرق البر، خير منا خير البلاد البرا هما عندهم مصدر رزق في الاوروب وعندهم الامن ومرهم واضح، احنا ما عندناش الامن ما لقيناش الرزق سي نورمال باش نهاجروا، اذا لم تسترزقوا في بلادكم فهجروه. تو سامبلومون حاجه سهله برشا. نحبوا اذا ما ننهضوش احنا ببلادنا ولا انتم كشباب ما تنهضوش ببلادكم، شكون باش ينهض به؟ شكون باش يجينا مثلا الناس من برا ترجل لنا بلادنا؟ اذا كان احنا ما نوعيش رواحنا وما نوعيش ولادنا وما نوريهمش الطريق الصحيح وما نوريهمش ما نخليهمش يحنوا بحاجه باهيه ونعاونوهم والكليك يا اخي كيفاش كيفاش طبيعي يا اخي الشاب ولا الشابه باش توصل لهذا معناها ما يعملوا حاجه معنا لك الشباب تاع تو باش يخدموا لهنا عليه ماشي لغادي عاد بلاد ما ولا منها بلاصه اخرى خير ملي يمشوا
هني يعني عاد ما خدمت معنا قلت خدمة المرمى، خدمت مثلا الخياطة، خدمت التريزة، خدمت تاع الصبابة، كل شيء كل شيء موجود. ولاش ماشيين لغادي بلاد ما ولا من بلايص القريب كأم ماذا بيه حتى شاب ولا شابة ما يصير يرمي روحه للموت، بالعكس يحاول يصبر، يحاول يلقى حلول وحده، يحاول يتعب على روحه، يحاول مثلا يحاول شنو باش يعمل إذا ما يتعبش في بلاده باش يريقل روحه في بلاد الناس. أنا جيمش يلزم يحاول كما حاولت أجداده وأجداد أجداده، يحاول يحاول الإنسان باش يريقل أموره ويخمم ديما للأفضل، يطمح المخير، ما يحبطش روحه. مش كل شيء لك الحاجة ذيك لا ما نعملوهاش، يلزمنا نقفوا عند الحد هذاك. لازم ديما الإنسان عنده أمل شنو باش يعمل. بلادي مازالش نحب بلادي ولا نحب مثلا كجيل مثلا البرنيه اللي جاي جديد يحب بلاده اولا من بقعة اخرى، خاطر بقعة اخرى غير ما يهاجروا يخدموا في بلادهم. هما باش يهاجروا مثلا ايطاليا، ايطاليا هي بيدها عندها بطاله البطاله. مازالش كان بلادي 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 ولدي بعد هذيك والله بلادي بلادي مش عليك. بصفة عامة الكل بيعملون معامل نخدموا فيها من نجم ونوفروا مصدر رزق باش نعيشوا بيه. يعني ماذا بيعملوا حاجات باش ولاد حمدي معاش يحرقوا معاش يمشي شيء ذي. كل يوم يتعبني يعني. كل يوم نسمع بواحد ولد حمدي كنت قاعد هنا ويا ندور يوم بغدا نسمع بيه حرقة وميت وفي الحبس وكذا ما معاش فيهم شيء. فديت من الوضع ذي ما عادش فهم استقرار وبرشا زطلة. ماذا بي اخوي وقف علينا الشيء ذي. كل يوم نسمع ولد حمدي وفي الحبس ضربة شكون يسير فيها الزطلة؟ مين يجيبوا فيها؟ مش يمشي هو نجم يجيبها باش يطير، مين يمشي يجيبها الزطلة؟ ما هو البلاد يسيبوا في الزطلة اخويا، يسيبوا بالعاني كيك هذيك مواد يصنعوا فيها يعملوا فيها باش يمدوا للشباب اللي كيفنا احنا في حومتنا الشعبية باش هو يتكيف باش يرتاحوا منه مش هذا الحبس. خاطر هما ما نجموش يوفروا عمل، ماذا بهم ينقصوا من العباد؟ تأثروهم. حاولوا يأطروا الشباب، يحاولوا ما يخلوهمش باش يوصلوا مثلا يوصلك الشاب هذاك يطمح باش يحرق ولا باش يرمي روحه للموت ولا يلزم يحاولوا مثلا يجلبوا الشباب نتاعنا ما يخلوهمش يخرجوا لبرا، ما يخلوهمش يهاجروا. فماش معناتها نقولوا احنا فهمتني كمثال نواب، مثال نواب شعب باش يجوا معناتها هكا يشوفوا الحوم ويشوفوا الشباب ويحكيوا مع الشباب ويحكيوا مع العباد ويشوفوا المشاكل الموجوده والمطروحه. ما عادش قليل معناتها فهمتني هما يحكيوا معناتها من باب حاجه هكا سطحيه معناتها مش حاجه معقده. الدوله تعاون الشباب باش الشباب ما يهجرش ما يحاربش ما يعملش حاجه خايبه. نادي ثقافه نادي حاجه حاجه من مورا دار ثقافه تحل دار ثقافه باش العباد هاك الصغار باش تو صغير سامحني يخرج في الكياس يلقى روحه يلعب يلقى روحه مع الفروخ حتى يكون قاعد يدخلوه في دومين خطير. كي تعمل انت دار ثقافه دار الشباب تحل هذيك معناها يلقى وين يمشي الصغير يلقى وين يمشي مش يمشي للناج للكلام الزايد ما يلقى وين يمشي. خي الوالدين تو حطوا في الوالدين، الوالدين يخدم على روحه زاد خي الوالدين زاد باش يقعد شاد كرسي وحاط يجي لهنا ان شاء الله ربي يهديهم وان شاء الله البلاد تريد وان شاء الله يلقوا حل الشبيبه هذيا. نعم يشوفوا لهم يشوفوا لهم حل يشوفوا يعملوا لهم بروجي يعملوا لهم معمل يعملوا لهم نادي ثقافه يعملوا لهم برشا حاجات. باش ني مساجك لحبيب السيد. حبيب السيف اي تنزل له بلا شكون طيب شني في حبيب السيف شد حبيب السيد شد حبيب السيد ومشي على روحه تو ايش اسمه حتى اساميهم نسيبهم. تونس بلادك تعرف رئيس الدولة تعرفوا باجي ها؟ جاهي والسيد تعرفوا؟ لا بلاي والله ليه بالرسمي السيد هذا يعني كلام فيك اسمع
السيد الوزير الاول ما تعرفوش اباي لا مش تحبيب السيد توا شو اسمه لا اله الا الله محمد رسول الله يعني نسيت انا بيت نسيت بن علي تعرفه نعم برقيب نعم والباجي قايد السبس اباي هو قال لك عملنا ثوره وقدوها تونس ولا تنزيل